الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جميلكم طارق روحي. إن شاء الله اليوم بشرح عن البرين. أول شيء كلنا نعرف إن البرين موجود بالسكالب، والبرين تقريبا بيكون وزنه 1500 جرام، يعني كيلو ونص. والبرين بتكون من 2 سيريبرال هيمسفير، 1 ليفت و 1 رايت. طبعا بيكون الاثنتين متصلات مع بعض بالنيرف فايبر. في كمان عندنا السيربلم اللي هو المخيف، وفي قدام السيربلم اللي هو البرين ستيم. البرين ستيم بيكون فيه البونز والمظله والميد برين. شو رايك سؤال ثاني؟ طبعا عندنا بكل سيربرم سفير في عندنا 4 لوبز. طبعا هسه كيف نقسم هاي اللوبز وكيف نعرف مواقفهم؟ هسه البرين بيكون على شكل ارتفاع وانخفاض، ارتفاع وانخفاض. ارتفاع بنسميه الفيروس، وانخفاض بنسميه السيركس. طبعا في عندنا خط بالنص اللي هو اسمه السنترال سيركس، وفي خط بيكون شكل افقي اللي هو اللترال سيركس، وفي ورا خط كمان اسمه البرايتو اكسيبتال سيركس، وفي بالدماغ من تحت اللي هو ايش داخل جوه شوي بيكون اسمه البري اكسيبتال نوتش. طبعا زي ما بتذكروا لما اخذنا عن لما قسمنا السكال انه فيها الفرونتال بون والاكسيبتال بون والفرايدال بون والتيمورال بون. في نفس الشيء عندنا بالدماغ في الفرونتال لوب، بدل البون يكون لوب. ففي عندنا اول شيء الفرونتال لوب، وراها بيجي البارايتال لوب. يعني هيك بكون في عندنا السنترال سيركاس بيكون جاي بين الفرونتال لوب وبين البارايتال لوب، وفي تحت الليترال سيركاس في عندنا التيمبرال لوب، وفي ورا منطقه الاوكسيبتال بون في عندنا اللي هو الاوكسيبتال لوب. هيك بكون في عندنا 4 لوبس في البرين. طبعا هون في ميديال فيو للبرين بيكون في عندنا هون. طبعا هي بتكون بين التو سيربرام هيمسفير في عندنا شيء اسمه الثالاموس اللي هو المهاد، وفي تحت الثالاموس شوي شيء اسمه الهايبو ثالاموس. طبعا المهاد بيشتغل زي كانه مدير للبرين، يعني بيستقبل الاحساس من السباينال كورد وبيوديه على اللوب المناسب، لانه زي ما بتعرفوا احنا في عندنا 4 لوب بالبرين، يعني كل لوب بيكون مسؤول عن احساس معين، مش كلهم يعني لهم نفس الاحساس، فكل واحد بيشتغل بمنطقه معينه. عشان هيك الثلمس بودي الاحساس للوب المناسب. طبعا هاي بس للمعلومه، يعني بس مش دخل من حاجه. هسه في عندنا اللي هو السيربروسبينال فلويد اللي هو السي اس اف، هذا السائل الدماغي. هسه في عندنا في بالدماغ اللي هو السب اركنويد سبيس اللي هو بيكون بتوين الاركنويد ماتر والبيو ماتر زي ما حكيت زميلتي، وفي عندنا سبيسز جوا البرين. في عندنا 4 سبيسز، في واحد بجهه الرايت عند الرايت سيربرال هيمسفير، في واحد جهه الليفت عند الليفت سيربرال هيمسفير، وفي واحد بالنص بتوين تو سيربرال هيمسفير، وفي كمان اللي هو كمان سبيس لتحت شوي. طبعا هذول نطلق عليهم باسم الفنتركل، يعني بصير في عندنا بصير في عندنا هون لترال فنتركل، وفي كمان هون واحد لترال فنتركل، واحد بالرايت وواحد بالليفت. وبتوين التو لترال فنتركل بيكون في عندنا كمان فنتركل اسمه الثيرد فنتركل، وفي واحد لتحت اللي هو الفور فنتركل بيكون بتوين السيربلم وبتوين البرين ستيم اللي هو المخيف وجذع الدماغ. فبصير في عندنا احنا تو لترال فنتركلز، واحد بالليفت وواحد بالرايت، وفي عندنا اللي هو الثيرد فنتركلز اللي بيكون بتوين تو سيربرام هيمسفيرز او بتوين تو لترال فنتركلز، وفي كمان الفورث فنتركل بيكون بتوين السيربلم وبتوين البرين ستيم. وفي عندنا داخل الليترال فنتركلز في شيء اسمه الكرويد بلاك هول، وهو المسؤول عن افراز هذا السائل. فلما بيتم افراز هذا السائل بالليترال فنتركلز بده ينتقل من الليترال فنتركلز للثيرد فنتركلز. بعد ما ينتقل للثيرد فنتركلز راح يروح للفورث فنتركلز. بعد ما يروح للفورث فنتركلز بده يروح للسباينال كانال الموجود بالسباينال كورد، وفي منه راح يروح على السب اركنويد سبيس الموجود حوالين الدماغ والموجود حوالين السباينال كورد. طبعا بعد ما يروح بده يروح للسباينال كورد راح يروح عن طريق ثلاث فورامين. في فورامين موجود بالنص اللي هو هون اللي بيسموه الفورامين اوف ماجنتي على اسم بعد ما اكتشفوه، وفي كمان التو لترال فورامين اللي بيروح بوصل البرين على الاطراف هون واحد وهون واحد اللي اسمه فورامين اوف لوشكا. طبعا هيك بروح هيك طريق انتقال السي اس اف اللي هو سائل من الفورث فنتركل للسب اركنويد سبيس. وفي عندنا كمان فور اللي هو ايش اسمه الاركنويد فيلاي، هذا بكون في
في جنبه اللي هو فين كبير اسمه سبيلو سيجيتال ساينس. طبعا هاي الاركويد فيلا هي مسؤولة عن امتصاص هذا السائل، لانه لو ما صار في امتصاص لهذا السائل راح السائل راح يصير يتجمع في منطقة الليترال فينتريكل. بعد ما يتجمع في الليترال فينتريكل الزغسية تتضخم وتكبر والبرين يكبر معها، راح يسبب عنا اعاقة حركية وحسية، وهذا كل شيء نطلق عليه اسم الهايدروكفلس. وبنقدر نكتشفه لما يولد الطفل ونشوف انه دماغه كبير، فهذا بكون عنده هذا الكونديشن اللي هو الهايدروكفلس. فالاركنود في اللاي مسؤول عن امتصاص هذا السائل، بيمتصه ووديه للسوبيريو سيجيتال ساينس. بعد ما يروح للسوبيريو سيجيتال ساينس راح يوديه وين؟ على الفين اللي كنا بنعرفه اللي هو السوبيريو فينا كافا. بعد ما يروح للسوبيريو فينا كافا راح يروح على الهار منطقة الرايت اتريوم، وهيك بنكون احنا بنتخلص من السائل هذا او لما يكون في زيادة موجودة بالبرين. يعني بالسيركيليشن بتاعت طبعا الفانكشن للسي اس اف هو سائل انه بيعمل بروتكت بيعمل بروتكت للبرين بيحميه، بتخلص من الويست اللي بتيجي من النيورونال ميتابوليزم، فبتخلص منها عن طريق انه بيوديه للاركنويد باللاي، بعدين بروح حكينا السوبيريو سيجيتال ساينس، بعدين السوبيريو فينا كافا، بعدين الرايت اتريوم. طبعا هون صورة توضحية أكثر لأنه وين موجود اللترال فينتريكلز اليوم، وفي كمان موجود الثيرد فينتريكل والفورث فينتريكل، وفي حكينا موجود الكرويد بلكسس اللي هي مسؤولة عن افتراز هذا السائل، والأركنويد فيلاي اللي بتمتص هذا السائل، وفي حكينا بعد ما يروح للفورث فينتريكل راح يروح على السباينال كانال الموجود في السباينال كورد أو راح يروح على السب أركنويد سبيس. فهيك احنا بكون عندنا السائل موجود في داخل البرين وحوالين البرين بحميه، يعني حوالين البرين بيكون بمنطقه السوبر اكوين سبيس، وكمان بيكون موجود داخل السباينال كورد بالسباينال كانال، لما يكون موجود بالسباينال كانال بيكون برضه موجود حوالين السباينال كورد لما يكون بالسوبر اكوين سبيس. في كمان موجود هذول موجودين طبعا عندنا اي طيب هي امسك هات شوي بس احنا عندنا الدكتوره بعدين في عن البرين فينتريكل بعدين هذا بس هي وبعدين مخطط المختصر ايوه هذا هو هون صورة توضيحية أكثر للبرين فينتريكلز. حكينا إنه في تو لترال فينتريكلز، في عنا ليفت لترال فينتريكلز موجود بالليفت سيربرال هيمسفير، وفي عنا الرايت لترال فينتريكل موجود بالرايت سيربرال هيمسفير. في حكينا بيكون موجود بالنص بينهم اللي هو الثيرد فينتريكل، بيكون موجود بتوين تو سيربرال هيمسفير. في عنا كمان اللي هو الفورث فينتريكل اللي بيكون موجود بين السيربلم وبين البرين ستيم. هيك بصير عنا أربعة فينتريكلز موجودين بالبرين. وهنا مخطط توضيح اكثر للسيركيليشن اوف سي اس اف او سائل كيفن بكر. حكينا اول شيء بيتم افرازهم عن طريق الكرويد بلكسس من الليترال فنتركلز اثنين، بعدين بروحوا من الليترال فنتركل للثيرد فنتركل عن طريق فورمين اسمه الانتر فنتركولار فورمين. بعد ما يروح الى الثيرد فنتركل راح يروح للفورد فنتركل عن طريق كمان شيء اسمه اكويدكت اوف سيلفس، هذا بيساعد في انتقال السائل للفورد فنتركل. حكينا للفورد فنتركل راح يروح وين؟ السب اركنود سبيس عن طريق ثلاثة فورمين اللي هو الفورمين اللي بالنص اسمه فورمين اوف ماجندي، واثنين فورمين على الاطراف اللي هو اسمهم فورمين اوف لوشكا. بعد ما نروح للسب اركنود سبيس حكينا راح اروح على الاركنود في اللاي عشان يمتص هذا السائل، ويكون في جنبه اللي هو الفين الكبير اللي حكينا عنه سوبيريو سيجيتال ساينس. بعد ما يروح للسوبيريو سيجيتال ساينس راح يروح على السوبيريو فينا كافا، بعدين من السوبيريو فينا كافا للرايت اتريال الموجود في الهارت. وهيك خلصنا.